الوطن بيضل والخير علينا بيجل. امك عم تفيقنا من الساعة 6 الصبح. انت عامل شيء؟ شو بدي يكون عامل يعني؟ انا ما بصير استفار بهذا البيت الا اذا كنت عامل مصيبة. فيقوا ابوكم، بدي ينزل يشتري لي اغراض من السوق، وانتم اليوم بتساعدوني بالبيت على الجامعة ما في روحة. ليكون بدها تعزل؟ روح فيق ابوك، روح. امشي امشي. بابا. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي. شوفي ما في شيء ما في شيء بس امي بدها اغراض من السوق ومحرزه وفد جاي انت واخوك وعم تدفشوا فيه عم ندفشك شوفها كيف فيقتنا كانه طارق بن زياد جاي يفتح الاندلس يا لطيف لك الساعه 6 بابا شو بدك احكي لنا احكي لنا مام قال ممنوع نروح على الجامعه اليوم نساعده بالبيت بشو بدكم تساعدوا انتوا لساتكم هون ما صح صحته جهاد تقبر قلبي بدي اياك تروح تجيب لي كم غرض قبل ما تروح على المراقبه وانت هي فيقي بتروحي بتعملي التبوله والفتوش تقبر قلبي انت كمان بتضل ستاند باي مشان تجيب لي الاغراض اللي بدي اياها عم تسمع ستاند باي اغراض شو عزيمه الغداء هذا الشهر عندي صار لي اسبوع باجلها مشان سيادتك لك مو انت بدنا ناجلها لبعد ما تخلص بنتك فحص بعدين هي عزيمه يا رندا 25000 ليره حبيبي انت ما رح تدفع ولا فرنك المصاري تبع الشهرين السلف من بيت ابو سالي لساتهم معي والشهرين الجايين كيف بدنا نأمن حالنا بدون أجار؟ بالله يأجل لي هذا الحكي لاحقين إنه نعمله، أنا اليوم بدي أعمل غدا هيك يبيض الوش، يلا، كلكم طاقة ومعي ويوم نشاط، يلا. قوم 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 25000 ليرة قوم صباح الخير صباح النور انا رايحه بتكون شيء الله يسر ماما بتركزي بورقتك وبتكتبي منيح عم تسمعي وبصي تخلصي ترجعي ركض على البيت مشان تلحقي العزيمه عنا عزيمه عزيمه شو اختي حلي عنا بدل ما اكون هلا عم حل مشكله قدم الاظافر عند الاطفال انا قاعده عم بفرم بقدونس مشان عزيمه امك حبيبه قلبي الو بونجور اهلين اهلين ميستر خانم كيفك شو اخبارك حبيبة قلبي بابا انا ما عاد بنت صغيرة رح تحكي عني بهي الطريقة اذا بتريد سمعتنا ما فهمت شو قلتي بابا عم قلك اني انا مالي بنت صغيرة حتى تحكي عني بهي الطريقة اذا بتريد لك دخيل اللبيب انا دخيله خلي بابا خلي لانه في بوادر تحسن بالمخيف يلا فوتي فوتي الحقني ما في اي مشكله مثل ما بتعرفي سوس السنه بكالوريا وجهاد ان شاء الله بيقبر قلبي صار لي اسبوع ما شفته عم يقضي الاسبوع كلياته مع سياده الوزير
لا لا لا، وزير التربية علاقته فيه رسمية، هو وزير التنمية والتعمير ووزير السياحة رفقات، على مؤتمر جاي ومؤتمر رايح. آخ بس هلكني والله ما عم شوفه. فوق هادو كله طافت السياقات ببيت وزير التنمية والتعمير، قام اجوا قضوا عنا اسبوع، قلنا يلا شو بدنا نعمل وتأجلت العزيمة. لا 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 ابدا، توبشي قلبي، ميرسي، كلك ذوق حياتي، ولا يهمك، ما بدي غير سلامتك. اوكي باي باي، ناصرتك، الله معك. عأساس ما بعرف ان عم تلطش لي، بدك مساعدة حبيبتي؟ بابا شو كنت عم تعمل مع الوزير؟ والله مو عارف. بعدين يا مخلوقة ضروري هالمعلقة هاي، لك انا بعمري ما شفته لوزير التعمير الا مره واحده لما دشنوا مدرسه تبعنا، وبتذكر وقتها دفشوني مشان افتح له طريق. ايه معلش، هلا بتكون ميسر عم تفور وتغلي، انا بعرفها. لك شو بدك بهالبروصه انت؟ قولي له التهيت بامتحانات بنتي وخلصنا. بعدين يا بنت الحلال، حدا بيصدق انه وزير اضرب واطرح تنتزع عنده تمديدات صحيه بيجي بينام عندي اسبوع؟ ايه بتصير بابا، هي وزير الكهرباء بتنقطع الكهرباء ببيته. مو هذا اللي قصته يا دب، هذا وزير بيروح بينام بأوتيل خمس نجوم بمنتجع، مو بيجي لعندي لهون. ليش ما كنت تسوي مدرسة المتفوقين؟ ويا سيدي كنت قسم له سندويشتك دائما لأنه كان فقير. يخرب بيت قلبك، أنا إيمتى كنت بمدرسة المتفوقين؟ لك طول عمري تشي. بعدين إيمتى طعمته من سندويشتي؟ معلش بابا، بيقول أوسكار وايلد الكذب يعيد للحياة ابتسامة ويفتح للخيال أفق. شو قصدك ولي؟ أنا عم كذب؟ لا أمي مو قصدي. سدي لنيعك سدي. شو بابا جاهزة؟ ايه جاهزة. يلا حتى وصلك. يلا. يلا باي. يلا بابا يلا. شو هذا بسامي؟ عفوا صباح الخير. صباح الخير. صباح. كيفك عمو؟ شو عندك اليوم؟ لا تسألها دخيلك، بدنا إياها بالفحص تتذكر اسم الثلاثي. بابا لك شو، أنا متعود أبو نضال اللي ينبس بوشي. ها الله يا جار، أحلى على قلبي يكون هلأ هيك مبشط ونايم. شو فياك؟ كل الناس يا جار بتفيق على صوت فيروز إلا أنا، فيق على مانشيت عسكري من أم سالي تقول هتلر يا زلمة، قالت لي رول عند أم يزن خذ له الفرامة. أنا عزيمة اليوم عم تطحنا، يلعو قلبك شو بتلعي، يلعو قلبك شو بتلعي، خذ من ايدي. يلا يلا يلا. صباح الخير جاي. صباح الخير. وحشني انا. اهلين مسالي. صباح النور. لك شد حيلك ارفع راسك، شو بك؟ ارفعوا لفوق. من لما تزوجت ما رفعت راسي، الله وكيلك صار معي مناخير برقبتي من كثر ما عملت هيك. ابو سالي عفرت وانت واقف. خلص يا جار، روح روح، الله معك، انا بساعده، الله معك، مع السلامة، روح. عجبين؟ شايف شو صار بيتنا؟ أنا خايف نرجع نلاقيهم غيرين القفل. وين نروح إذا غيروا القفل؟ على الأوتيل. عن جد؟ والله يلا. يلا. أوعى تبهدلنا ها؟ يا زلمة. حطوا لي صحن بكل زاوية. بكل زاوية. هلا عزيمة تتلتل مع أخوياها. مو وين؟ لبيت شو؟ لا لا رتوش بسيطة ما في شيء. حرك حالك حرك حالك. شو بتسوي؟ عم حرك حالي. لك بالعصير استعجل. مسالي والله عضلت ايدي. انت دائما بتلاقي حجة، دائما بتلاقي حجة. عن جد يسلم ايديكم، انا لو بلاكم كنت تشرشحت. دوبشي. ولو يا ام يزن اي شيء بدكم اياه نحن جاهزين وبالخدمة. على القليلة انتوا هون بتحترموني. أنا بالبيت يا أم يزن معصور معصور. رندا بدنا منلطف جو. ايه تكرم عيونك. معصور شو؟ معصور أبو سالي؟ عم بقول معصور البرتقال جاهز. مسالي مسالي ممكن تروح معك؟ أنا لازم غير ثيابي. لا لا أنت خليك هيك، بركي اعتزنا شي على الغدا. لا لا إنه بعد شوي جهاد بده يجي، فيسلم إيديكم معتي. مشكلة شكرا كثير. طيب رايح قلبك. لا لا ولا يهمك، أنا بس يجي الأستاذ جهاد بتعاون أنا وياه هون. أبو سالي عن جد شو كنت بدك تقول؟ معصور مخلوق رح موت يا ابي اذا رح موت. سالي شو اجيتي من الفحص؟ لا لساتني هونيك. خالصة. مرحبا. اهلين لبيبي. اهلين ماما، كيف كان فحصي؟ منيح منيح. مين عازمين على الغداء؟ عنا ضيوف؟
نورما فوتيها لجوا واشرحي لها القصه كلياتها ولبسيها منيح. لا لا دخيلكم، انا ما حدا يقرب علي، نعسانه وتعبانه بدينا، ما حدا يقرب منهم. اذا تلحقيها بحبتين منون بلكي ما بتفيق لبعد ما يروحوا. وانا شو ساوي امي؟ انت حبيب قلبي اذا ما بتعمل اليوم ولا التجربه بتكون فضلت على راسي. ايه اكيد طبعا. لا تع عينك بعيوني اوكي ماما، ولا تجربه بتبهدل يا زن، الله يوفقك. خلص وعد ماما وعد. كيف طالع حلو بتطير العقل قطة. مساء الخير تانت. مساء الخير خالي، تفضلي تفضلي. شكرا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلين فيكي حبيبتي، بتعرفيني بحب اجي بكير، بحب التزم بالمواعيد. امتى ما اجيتي وقتك. اهلا وسهلا يا قلبي. تسلمي. وليش معذبه حالك كل هالقد؟ لا لا ابدا ما في شيء، من قيمتك. اهلا وسهلا تفضلي. شكرا. افتحي الباب ماما. كيفك شو اخبارك؟ الله يسلمك، كيفك انت؟ شو اجت هي الغريزه ولا لسه؟ حبيبتي مامي عادي مع صانت. فين خالي؟ اهلي. شو هالحمام معطوع ميته ها؟ صار بدنا جهاز فك تشفير بس لحتى نعرف شو عم بيحكوا. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا شرفتوا. اهلا فيك. اهلا حبيبي، كيف الامتحان اليوم؟ تمام مثل كل يوم. وكيف ابو جلال؟ ابو جلال وزير التعمير حبيبي. آه فكرت ابو جلال عمه لاحمد. لا 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 تمام الحمد لله، كان عنده مشروع رحنا معه ورجعنا هلا. وشو عملتوا؟ والله افتتح معمل بلوك. عن جد مع حق ميسر خانم، الواحد هاي الايام يا دوبه يقدر يطعمي ولاده. بس كمان هلا فتره مناسبه للي بيحب يعمل شي مشروع، لانه كله عم يمشي وينحل. يلا بالاذن. على اذنك. مزبوط خال، بعلم نفس المجتمعات شو بيقولوا؟ في الحروب والأزمات تكثر المشاريع الصغيرة الغير مرتبطة بالتنمية. مين؟ مين هذا أبو جلال؟ حبيبي لك احكي. ما بعرف أنا مين؟ مزحة ولا شو؟ إيه عم بمزح عم بمزح. الله يوفقك مرة لي بس هالساعتين. ماشي ماشي أبو سعد، حطلو لجهاد أكله تقبر لكم وتهنئ. يلا شو؟ دايرة دايرة. مرسي على الغداء. اهلا وسهلا حبيبتي. دايما اهلا وسهلا، ان شاء الله صحه. خلينا نشوفك. اكيد ان شاء الله. بسطنا كثير. اهلين اهلا وسهلا حبيبه قلبي، المره الجايه عندي اكيد. مدام سميه الله معكم، مع السلامه. هي السائله ما بدها تروح. وطي صوتك اللي بتسمع هيك. قاعده شوي شو بدك؟ تعي لهون جوزك خديه معك. خليه بيساعدكم بالجني. شو الدمعة يا أبو سالي، أحلى كاسة شاي. بعدين شو هالقطافة والنظافة هي؟ والله بتسوى 200 مرة. النسوان لازم تدفن حالها بالحياة. هلا أبو يزن لا تغير الموضوع إذا بتريد. أهلو موضوع، إن شاء الله تبع إيجار البيت. إي نعم إيجار البيت. لك مين قال لك بتزيد عليك؟ مين؟ أنت بتكذب الكذبة وبتصدقها؟ شوف إذا بدي زيد بلغك قبل شهرين منيح؟ يعني ناوي ترفع الإيجار؟ لا هلأ ناوي أخرطك بهالسكين شو قلك راسك وطلع دماغك هيك شوفوا عم يبلعك بالعطا. بدي أتأكد أنه هذا دماغ ذكر ولا أنسى. أنسى الموضوع. حسيتك بتقربها لأم سالي نفس الحكي تأكيد. أيوة يعني هي مناقصة مشروع كامل. أي والله رندا خانو، وأنت بتعرفي جوزي ما بيحط إيده بمشروع إلا وبيربح. والله معناتها هو شغيل وما بنخاف عليه. يا عيني عليكي، بس هي لحالها ما بتكفي، لازم بالأول مناقصة ترسى عليه. يعني في احتمال إنه ما ترسي عليه المناقصة؟ لا هي بترسى، بس الموضوع بده واسطة.
ما كل شيء بحياتنا بده واسطه وبده دفع مصاري، بس انا لحد هلا يعني ما فهمت عليكي، شو المطلوب مني؟ شبكي رندا، ركزي معي. المناقصه بوزاره التنميه والتعمير، وانتي قلتي لي انه جوزك والوزير مثل الاخوه، بقى بلكي يعني بيحكي لنا معه. ان شاء الله. جهاد تعال شوي. شو في؟ ميسر خانم بدها تحكي معك بموضوع. مسألة لك الله. عين عليك يا ابو تالي. شو النظافه؟ بقى استاذ جهاد، إذا رسيت المناقصة على جوزي بيكون ضرب ضربة العمر، المشروع مانو قليل وبيربح من وراه كتير، وهيك منستفيد نحنا وياكم. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله ترسى علي. بس أنا ما فهمت شلون نحنا بدنا نستفيد يعني. ميسر قلي له لجهاد، لا تخجلي منه، جهاد مثل أخوك. أستاذ جهاد، المناقصة اللي مقدمها جوزي مقدم فيها عروض أسعار كتير منيحة، وأصلاً هو متوقع أنه ترسى عليه، بس لا مانع من دفشة صغيرة. جهاد حبيبي، المناقصة لوزارة التنمية والتعمير، فقصده ميسر خانوم إذا بتحكي لهم مع الوزير مشان يعمل لهم دفشة. أي وزير؟ أبو جلال. أبو جلال إذا بدق له تليفون مشان يمشي الحال. إيه أستاذ جهاد، شو قلت؟ رندا قالت لي إنه حضرتك وأبو جلال مثل الأخوة وما بيرفض لك طلب. هو صحيح أنا وياه مثل الأخوة، بس يعني ما صدف إنه أنا دخلت بشغله، وهذا بعتبره إحراج له. لا حبيبي لا، بما إنه أول مرة أنت بتطلب منه هيك طلب مستحيل إنه يخجلك. والله ما بعرف شو بدي أقول لك يا ميسر خانم. هلأ أنت مو قلتي يمكن المناقصة ترسى عليكم بدون واسطة؟ مزبوط، بس عم نقول بتعملنا واسطة احتياط أحسن ما تطير المناقصة من إيدينا. أعوذ بالله، جهاد ما بيقبل. خلص حبيبي، يلا مسك التليفون وحكي مع أبو جلال. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله منشوف. خلصنا جهاد، يلا دق له قدامنا ميسر خانو مشان يطمن قلبه. طيب مدام في شغلة بس خمس دقايق لخلصها بين إيدي وإن شاء الله منرجع، خلي رندا تساعدني فيها. تفضلي. عن إذنك. هيك شو وسطك؟ جهاد شو وسطك؟ بليز 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 شو اسمها جهاد؟ بليز بقطعي من هالتمثيلية، شو بدك؟ مخلوقة بدها مساعدة، ساعدها. طيب شو بدي ساعدها؟ أنا آذن بوزارة التعمير ما بعرفه لحتى أعرف الوزير. إيه إيه حبيبي، أنت بتقول إنه رح تدق له تليفون، إيه؟ إذا رسيت عليه هون المناقصة بنكون نحن كسبنا وصفقنا مني العمر كله واستفدنا منه بقرشين، إذا ما رسيت عليه هون المناقصة بنقول شو بدنا نعمل؟ أبو جلال ما انحرج معك. مين هذا أبو جلال؟ شلون بدي أحكي معه؟ ليك أبو سالي، أبو سالي بدي أقول له تليفون على أساس إنه هو الوزير وبتحكوا معه، خلص مر لنا إياها ما بدي. شو هالحكي ده؟ ليكي أنا ما بكذب أبداً. وأنا ما بكذب أبداً، أنت اسكت. حبيبي دبر قلبي، والله أنا بحبك كثير، الله يخلي لي إياك، لا تخجلني عيوني أنت وتاج راسي. مرق لي إياها بس هالمرة، هلا بتعمل حالك إنه عم تحكي مع الوزير وبتحكي مع أبو سالي بتخلصوا القصة كلياتها. دبر قلبي، أنا اللي بدي إياه إنه تقول جوزة لرندا عمل واسطة مع الوزير. حلو، أنا من ناحيتي ما عندي مانع، شو كل يوم الواحد بيصح له يصير وزير؟ أنت ما دخلك بنوب. هلا بتترك من ايدك وبتعمل حالك لبرا، بتحط موبايلك سايلنت، بس بدي اقول لك جهاد بترد علي على اساس انت الوزير بتوطي صوتك، ما بدي هالحية تسمعك. يا عيني عليكم، شفتوا ليش بحبكم يا ابو يزن؟ انتوا بتعطوني ادوار بطولة مو مثل مرتي هي هولاكو. بحبك كثير. اهلا وسهلا. اهلين فيكي. أهلين مدام. أهلين أستاذ جهاد. أبو جلال مرحبا، طمني عنك. أهلا أهلا يا أستاذ جهاد، أهلا. إيه والله أنا بالوزارة هلأ،
والله بتعرف يعني العمر بيخلص والوزير ما بيخلص. أمرني يا أستاذ جهاد أي خدمة، توظف حدا، تفك حدا من الحبس، أنا بأمرك. أبو جلال الله يخلينا إياك، أنا قصدك بخدمة صغيرة والله ما بتقصر ما بتقصر. سلمي عليه. إيه لا مزبوط، رندا بتسلم عليك. إلا نجوا يتعشوا عنا. قال تعال أنت ومرتك تعشوا عنا. جيب مسالي. أم جلالي، أنا بشوف يا أستاذ إنه منلم من كل مواطن ليرة واحدة، وهيك بيصير عنا أكثر من 20 مليون ليرة، منجيب فيهم مدرب عالمي للمنتخب الوطني، وهيك منحل مشكلة المنتخب اللي ما عم تنحل، وراح سميها مشروع الليرة. مشروعك أبو بلعون. شو الخطوط هاي فايتة ببعضها؟ ألو ألو، إيه أبو جلال؟ إيه حبيبنا؟ في مشروع عندكم بالوزارة، بالضبط بالضبط تبع جمعيات سكنية، الله يخلي لي اياك، في صديق إلي مقدم عروض أسعار وأنا بعتبرها كتير مناسبة. لا لا بس بدي اهتمامك الشخصي شوي، واعتبر المشروع كأني أنا مقدمه. الله يخليك الله يخليك. ما فهمت شو اسمه؟ ممدوح اللحام. ممدوح اللحام سيدنا، ممدوح اللحام. لا لا بيعجبك بيعجبك كثير، الله يخليك. بتوصينا شيء؟ لا لا بدها تنعاد ولو قليلة هالسارة هاي. هذا صاحبك شو دمه خفيف؟ لا لا الثاني هذا يوسف الصمودي، لك فرطني ضحك. حلوة النكتة الأخرانية طيب، غشيت حتى هون رندا بتقلي شو صاير لك محمر وشك. أهلين أهلين سيادة الوزير، الله معك الله معك. حبيبي الله يخلي لي اياك يا رب. شكرا كثير استاذ جهاد، عزبناك. وتفضل هي الاوراق فيها كل المعلومات اللي بدك اياها، وان شاء الله اذا رسيت المناقصه علينا نستفيد نحن وياكم. لا لا اعوذ بالله، احنا عملنا واجبنا بس ما بدنا شيء. سلامتك. اهلا وسهلا. تسلمي شكرا. يلا انا بالاذن. أهلا حبيبتي، شرفت البيت واصحابه. تسلمي شكرا كثير، عزبتكم معي. ولو اسمع شكرا كثير استاذ. يلا بخاطركم بقول اذا معك ليرتين اشتري ليره رغيف واسالي. ماشي بعدين بحكي معك يا ابني بعدين. تعرفوا انه حياه الوزراء صعبه، اشتغلت وزير دقيقه واحده هلكت. تعبت لك عم تحكي مشروع الليره؟ مشرعك ابو ملعون، البلد ناقصها، بعدين بتقلي الي يا بني؟ ايه اللي بتقلي يا ابني؟ وانت حسابك العصير بعدين. رندا رندا تعي 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 تعي. على بعد كيلومترات من العاصمه نهايه سبتمبر كانت. شوفي شوفي منها. مينها؟ صاحبنا أبو جلال. وك الله يخلي لي إياك يا رب، وتحكي لي مع الوزراء والمسؤولين كلياتهم. أمين يا رب. وينك؟ مرة تانية تتورطي بهيك كذبة؟ أنت بتدبري راسك. أنا زلمة اللي سمعتي ولي تاريخ النضالي والوطني، ما بسمح أنه يتمرغ بالوحل. فهمتي؟ البروزة هاي الغي لي إياها. أهلين ميسر خانو. أهلين حبيبتي. إيه والله نايمة. شلون؟ بالله يباركوا لكم. إن شاء الله ألف 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 مبروك يا حبيبة قلبي، والله ما بدنا غير سلامتكم. الله يهنيكم يا رب، إن شاء الله يا رب تشوفوا على وش الخير. مع السلامة. الله معي. جهاد.
حبيبي. تقل لي ميسر خانو عم تقلي انه رسيت عليها المناقصة. والله قلت لك من الاول مقدمين عروض اسعار مناسبة، مشان هيك بدهم يربحوها، بس نحن شعب العربي بده واسطة بدمه القصة. ايه ولو هلا بلا محاضرات عري، هي مفكرة من كل عقلها انه انت اللي حكيت مع الوزير دقوا له يباركوا له. الحمد لله وانت نفشتي ريشك عليها، تصبح على خير. لا 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 امعني خليك، انا كثير مبسوطة. لا تنام. لك انا بس بدي افهم مخ النسوان من شو مصنوع؟ مبسوطة كأنك انت ربحانة. انا ربحت اكثر من المناقص، انا طاير عقلي هلا من الفرحة، لانه بهي العملية رح ضل زعلتها لميسر خانو من العمر كله. ايه كتير كويس، خلص بطلت نام صحيت. صباح الخير. خير. صباح النور. اهلا. كيفك؟ بدي نام. بلا غلاظة جهاد، يلا قوم بدي اعمل قهوة. يسلموا يا أميرة. صح حبيبي. لك بتعرفي؟ لو بنتك نورما هي وعلماء النفس قرروا انه يعملوا دراسة عن كيفية فهم الرجل وكلفوا المرأة بهالشي، بتعرفي شو بيطلع مع النسوان؟ صفحة، ثلاث ارباع صفحة انكترت، لأنه نحن الرجال واضحين، شفافين، ودودين، عاطفيين. ايه؟ أما إذا فكروا يعملوا دراسة عن كيفية تفكير المرأة وكلفوا الرجل فيها، بيطلع معه هيك 10 أجزاء، لأنه الجن الأزرق ما رح يعرف شو في براسها وكيف تفكر. هلأ كل هاي المحاضرة لأنك عملت لي واسطة لرفيقتي؟ لك لا تقولي واسطة، الله يخليكي. لك هاي الجريمة بيعاقب عليها القانون، هاي انتحار شخصية. صباح الخير أمي. صباح الفل. صباح الخير بابا. صباح الخير. أختكم فائز من زمان وعم تدرس كمان. يلا دعونا مستعجلين نحن. الله لا يضيع لكم تعب، انتبهوا على بعض. باي جهاد، شو رأيك بس يخلصوا الأولاد امتحانات بناخذهم كم يوم لعند أختي على بيروت؟ والله فكرة. بتعرفي واللي بيزيد معنا من مصاري كمان بنعمل شوبينج. عم تتمسخر؟ لا عم بحكي جد. ليش نحن معنا مصاري توصلنا للدحداح لحتى نروح على بيروت؟ بابا شو بدك؟ مصاري ما معي. هو أنا كان بدي مصاري مشان أحلق شعراتي، بس هلا ما بدي شيء، أبو نضال بده إياك. أوه يا فتاح يعني. خليتك تضل هنيك يا جهاد، ما بكون اسمي رد. صباح الخير يا أحلى جار بالعالم. أهلين أهلين، إن شاء الله ما في شي مصيبة. مصيبة شو يا جار؟ أنا جايب لك أحلى صندوق تفاح من عندي من الأرض. أيوة بس أنا ما بدي تفاح. ولو ما بيرفض الهدية إلا كل بخيل، وأنت مانك بخيل، أنت كريم ابن كرام. إيه على عيني أبو نضال، بس أنت ما في بالعادة إنك تهدي. صحيح. الحقيقة في إلي طلب عندك وإن شاء الله ما بتخجلني. إيه قول من أول طلب شو؟ بصراحة أنا مسجل بجمعية سكنية على بيت للمحروس ابني، وصار لي سنين وشهور وأيام عم برقد بهالأوراق وما حدا عم بيرد علي. طيب فهديك اليوم أبو سالي قال لي إنه أنت والسيد وزير التعمير خوش بوش، وقال لي شغلة أحلى من هيك بكتير، قال أنت وياه أخوة برضاعة. فالله يخليك لو تحكي لنا معه بس يسرح لي بالموضوع مشان يسلمون الشقة. طيب أبو نضال بس لجيب الموبايل. لا لا شو هالحكي ميسر خانو، هاي خدمة صغيرة كتير، ما أنا محرزة. حبيبة قلبي ما بدنا منكم أي شيء. وين وضع البطيخ؟ ماشي حبيبتي بحكيكي بعدين، الله معك، مع السلامة. جهاد، جوزة لميسر خانو بده يكتب لك كم سهم بالمشروع لأنه صار عن طريقك. لسه الموضوع كله بده يطلع على جستي ان شاء الله. شبك؟ لك شو بني؟ لك هذا النس ابو سالي قايل له لابو نضال انه الوزير اخي برضاعه، وانه انا وياه بناكل وبنشرب من لما كنا صغار مع بعض. ايش فيها؟ صيد غنى ولا صيد فقر؟ لك يا مجنونه، ابو نضال هذا اذا عرف انه الموضوع لعبه، او انا اذا قلت له لعبه، والله لا يجيب خبري، ليندفني تقرير من كعب التست. ايه ولو؟ دق له لابو جلال، الجيران لبعض ساعده. غرندا. الو لك نس، لك شلون بتقولوا لابو نضال انه انا والوزير اخوه؟
يخرب بيت قلبك. ولك اسمعني منيح، هلا بدي احكي معه ليكو برا، هو خليك معي على الخط. يلا جهاد، اذا سياده ايوه سياده الوزير ملوخيه، لا لا شقه سكنيه مسجله من زمان للمحروس ابنه، جارنا ابو نضال، هذا مثل اخ بالنسبه لي، احلى جار بالحاره كلها. لحظه ابو جلال، والله قال له انه عم يعذبوني، بياخذوني بيجيبوني على اساس اني بدهم يحكوا معي وما بيحكوا، يمكن بدهم ينيموني. سياده الوزير، هذا كل شهر عم بياخذوه ويجيبوه ويقولوا له جيب ورقه جديده، كانه عم ينيموه. وانت فهمتها، الله يخلينا اياك، يعني شخصيا رح تهتم بالموضوع؟ طيب شكرا شكرا، لا لا نلتقي بنفس الموعد ان شاء الله، الله معك. شفت شخصيا رح يهتم. ولكم حبيب قلبي انا جاهز، شو بدك انا جاهز. خط مولدة، غسالة مستعملة، غسالة حديثة، أنا بشتري لك يا هول. ما بدي شيء، ما بدي شيء، بس ريحني وروح. دقيقة، خط الوزارة الأرضية. ألو؟ أيوة نعم، أنا أبو نضال. شو هالحكي؟ إجي لعندكم فوراً؟ جاي رجل. صدق يعني كانه الوزير هذا عيانه بس لحتى يمشي طلباتك. لك وين التفاحة؟ خرب بيت قلبك. كيفك بابا؟ أهلين. شو؟ استراحة، تعبت ومليت ونعست. يسلم لي الحلو. يا زلمة نورما، اتركوا كل شيء، تعالوا استراحة. شو رأيك بالوضع العام؟ وضع شو بابا؟ البلاد؟ انه يعني مستوعبة أساس. الله، من أمتى ما قعدنا هيك قعدة حلوة؟ يي، من وقت ما اجت اختك وبنتها لعنا. شرفوا لك، شو دهش بيت اهلي هون؟ قليلي، انا عم بقول انه بيتنا صاير مثل اوتيل، يعني مو ناقص غير الانوروا تحط على الباب مركز ايواء، كل ما واحد من اصحابنا وقع بمصيبه بيجي لعنا. بابا انا كثير مبسوطه انه نحن هلا مجتمعين بدون ما حدا يعكرنا. انا بفتح. مامي قال لازم تنزل بكره على التامينات. ها مين؟ ياسر خانم قال جوزها بده يحط لك الاسهم باسمك. دخيلك انت، شام الله هالسير العجيبيه، بكره بكتشف انه انا مالي علاقه بالموضوع، بيقول انا نصاب. بابا اجاك ضيوف. أهلاً سلام. أهلاً وسهلاً. أهلاً مرحبا. مساء الخير. مرحباً. كيف حالك؟ أهلاً برندا، شنطاي صغيرة هيك وكم غرض. ليش بابا؟ بابا الإخوان ما بيجوا بالليل زيارة لعند مواطن، زيارة عادية، هدول بيجوا زيارة مشان يقشوني. الله يسامحك يا أستاذ جهاد، نحن جايين نزورك ونتبارك فيك ونشرب فنجان قهوة. يا ميت أهلاً وسهلاً، تشربوا بابا. رندا قهوة. نعيم بابا روح تفضل. تفضل روحي بابا. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا بيك. يا مساء الخير. مساء الخير يا استاذ. لك شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل بشو؟ بركي اخذوه لابوك هلا. صحيح بركي اخذوه، شو بدنا نعمل؟ شو رايك نخبر رفقاتنا ونعمل حمله تضامنيه على الفيسبوك؟ حمله تضامنيه على الفيسبوك؟ لك ايه، كفو؟ كفو طبعا. رحله يلا. يلا. فشو قلت لحالي، بدل ما يجي شي واحد ابن حرام يحط ايده عليها، بنحط ايدنا عليها نحن وبنعملها منتزه من اجره، مو احسن؟ طيب طالما هي بالمخطط التنظيمي حديقه عامه، شلون بدك تعمر فيها؟ شو نعمر ما نعمر؟ لا يا استاذ جهاد، انا ابن سلك وما بخالف القانون، حديقه بدها تضل حديقه، بس بنحط شويه طاولات وشويه العاب وبنستثمرها. يعني كثير منيح، يعني طالما هيك قدموا طلب يمكن يمشي الحال. ما هو يا أستاذ جهاد أنا مساعد وفي 100 واحد فوق ممكن يحط إيده عليها. وبعد ما حكى لي أخوك أبو نضال عن أياديك البيضاء مع أهلك وناسك، قلت إنه الموضوع بإيد الوزير، يعني هو بيقرر لمين يعطيها. أي وزير؟ حبيب قلبك أبو جلال. إيه إذا شغلة كبيرة مثل شغلتي حليتها بخمس دقايق، بقى كيف شغلة سخيفة مثل هالشغلة؟ وأنا ترى ما رح أنسى لك هالفضل كل عمري. ولو يا سيادة المساعد، جهاد ساعد الغريب، معقولة ما يساعدك أنت؟ لحظة هون مختلف الموضوع.
يعني حديقة هي موجودة على المخطط التنظيمي، وهذا شيء مخالف للقانون إذا بده يعمر فيها. يا أستاذ جهاد، قلت لك إذا ما أخذت أنا رح ياخذها حدا غيري. يا سيدي وياخذها، أحسن ما تكون أنت مشارك بالفساد. يعني ما رح تحكي لي مع صاحبك أبو جلال؟ لك يا أخي، يا حبيبنا، حتى لو حكيت معه يمكن ما يقبل بواسطتي طالما هي مخالفة للقانون. لا يا سيدي، أنت ما بدك تحكي لي، وشايف مناخيرك علي كمان. لك يا شفيق فهمني، اسم المساعد شفيق، فهمت؟ إذا الوزير صاحبك ما بتقول شفيق حاف، أنا ما تستحي. هلا عنا يا هلا، كنت بدك أني أدعمك يا فاسد. أنا فاسد؟ ستين فاسد. أنا إيه؟ بسيطة. روح ورجيك والله أنا ربيل حلمي، واللي بطلع بإيدك بطلع بإيدك اللي بدك تساويه. عجبك هيك؟ أنا كان بدي إياك تكسبه. هلا عنا يا دبرنا لك شقة، فضحتنا بالحارة. هلا لا تعصب علي، أنا ما إلي علاقة. طلع روح رايح. قل له منك. طيب كنت قل له هالتليفون مثله مثل الناس البقايا. لك مع هيك واحد ما بيمشي الحال، لأنه إذا زبطت بكرة كل الرفاق رح يقولوا عني فاسد وما عاد حدا يحترمني، وإذا ما زبطت رح يقولوا كمان عني فاسد. أنا بعرف هالحكي مو همك، بس ليكي علي الطلاق علي الطلاق، مرة تانية بجيب سيرة أبو جلال ما بتعرفي شو بسوي. ها بابا شو بدك؟ طلقت لماما؟ أنت انت شو؟ العمر ان الجرس هيك يا الله. ما بعرف، ان شاء الله ما تكون مصيبة من تحت راسك وراس اولادك. خير شوفي شوفي مين؟ أنا المساعد شفيق، أنا بمهمة رسمية. سلم نفسك وافتح الباب، البيت انحصر. انحصر؟ شو نحن عم نخصب تحت المجلة كيماوي لحتى يحصروا البيت؟ خير. سلامتك يا قلبي، ما في إلا الخير. لك مو عيب عليك تعمل لي محاضرة طويلة عريضة وتقول عني مرتشي وفاسد؟ لا يا مساعد شفي، هلأ محرزة تجيب هالفيلق معك للإلقاء القبض عليك. مو بس بدون نلقي القبض عليك، بدها تصير عظامك مكاحل واسنانك تكرج قدامك. ما بسمح لك، بدي يكون معك اذن رسمي. والله عرفانك بدك تاكل هواء، وهي اذن رسمي. مظبوط. لكن قلت لي ابو جلال صاحبك بتتغدوا وبتتعشوا مع بعض. نعم. حلو، بخبرك بكل شيء بده يساوي وبيستشيرك. نعم، سيادة الوزير بيعتمد علي وبيشاورني كتير، لأنه أنا مثقف وخريج، بعض الناس ما معه سادس. ممتاز، حلو. وبتعملوا بتطبخوا بتساووا كل شيء مع بعض؟ نعم، بس هي تطبخوا ما كتير فهمتها. الله على قلبي، ما خبرك صاحبك الوزير الفاسد إنه اليوم شمع الخيط وهرب من البلد وسارق نصف ميزانية الوزارة؟ أبو جلال؟ إيه بس أنا ما دخلني، ما دخلني بنوب. لك مو هلا اعترفت بعض مثل لسانك إنكم بتعملوا كل شيء سوا؟ اشحطوا. بابا 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 أنا ما بعرف يا أبو جلال، ما بعرف الوزير شو اسمه بخدمة. رح وكل لك أحسن محامي، لا تخاف. اتصلين يا أبو فارس. مين أبو فارس؟ ليكون شي وزير بيعرفه بابا. شلون بدنا نعرف أنه وزير بيقولوا أبو فارس؟ عرابة خربط بين أبو فارس وأبو كفاح، ما بتحب عليك. لما بيكون المواطن عايش ومرتاح وآمن، ما بيقلوا لا بيمل، ما بيقلوا لا بيمل، أو مهما تمر عليه الظروف ويزيد الفقر والخوف، لا بيقلوا لا بيمل، ما بيقلوا لا بيمل.
وطن.